وزارة شؤون المرأة تطلق برنامج إضاءات. قطاع العدالة الجنائية بالغ الأهمية، تستند على نتائجه الجهات القضائية في إثبات الأدلة للوصول إلى الحقيقة. المختبر الجنائي هو عبارة عن هو إدارة من إدارات الشرطة ومرتبط بوزارة الداخلية بشكل مباشر، يقوم أساس عمله على استخدام التكنولوجيا والعلوم الحديثة والتقنيات الحديثة في التحقيقات الجنائية. دورنا احنا في الطب الشرعي تحديدا اللي هو الإثبات الجنائي، يتم تكليفنا من قبل النيابة أو المحكمة في حالات الإصابات للناس الأحياء لتقييم هذه الإصابات، خطورتها، وإبداء الرأي في الأداة المستخدمة وكتابة التقارير والشهادة عليها في المحاكم، بالإضافة إلى فحص الوفيات. هو بيساعد على كشف الحقائق بشكل عام، بيساعد حتى أهل مثلا الناس اللي بيكون عندهم مشاكل في هذا الموضوع، بيريحهم نفسيا حتى أنهم بيتأكدوا مثلا مين المجرم أو مين صاحب الجريمة، يعني إلى آخره. فهو مهم جدا جدا يعني في بلادنا، بيكشف للمواطن انه ساعة الجريمة، ملابسات الجريمة، حيثيات الجريمة من واركان الجريمة، يعني لانه احنا بلد مش شيكاغو بالنهاية، الجريمة ما تبينش، بس احنا بمس الحاجة له. المهن الحساسة في الدولة لازم تحتاج، يعني شو بدي احكي لك، تحتاج يعني تدقيق يعني مراقبة شديدة جدا، بتوصل لحقائق وفي دقة أكتر وفي تفاصيل أكتر، وضروري يعني الكل يعرف، يعني كل الشرائح، يعني شرائح المجتمع تعرف. طبعا هو بحاجة لتطوير ولمختصين ولكفاءات. يعني المفروض في جميع دول العالم إنه الفحوصات اللي من هذا النوع يعني تكون دقيقة، يعني لأنها يعني تابعة للدولة، يعني مكتسبة لشرعية الدولة،